معجزة حقا تقترب عزيزي. تخيل انت في يوم من الايام كنت عايز تمشي السيد ستيفانو بيولي علشان خاطر تروح تجيب رالف رانجينيك. هو رالف رانجينيك بتاع مانشستر يونايتد، وهو ده اللي كان هيقود حلم ميلان للعودة للدوري الايطالي. تخيل ربنا يكرمك بستيفانو بيولي ويقدر ان هو يمشي معاك بمبدأ الشطرة تغزل برجل حمار حرفيا. يعني الراجل بينافس على الدوري بأوليفي جيرو، وبينافس على الدوري برافائيل لياو هداف الفريق، وبينافس على الدوري بجونيور ميسيس، وبينافس على الدوري بابراهيم دياز. هم دول خط الهجوم بتاعك اللي بتنافس بيهم على الدوري. تخيل انت بتنافس على الدوري بخط هجوم في جيرو ورافائيل لياو، اتنين بيضيعوا الكور السهله وبيجيبوا الكور الصعبه. يعني مثلا في انفراد جه ل اوليفي جيرو، جيرو بقى يحطها عادي زي الفراوده، لا جيرو حب يحطها تشيب باز. اللي هو ايه العظمه والافكار العظيمه ده؟ ما تحط السهله يا حبيبي. ولا الكره برضو اللي جت لرافائيل لياو في بدايه الشوط الثاني، اللي لياو بيلف وسطه كده تحس ان في تريلا بتلف. مش ده خالص اللي هيجيب الكره بتاع الهدف بتاع الدقيقه 80، مش ده رافائيل رياو خالص اللي بيضيع الكره السهله هو اللي هيجيب الكره بتاع الدقيقه 80. بس عادي، انت في حضره فينيسيو جونيور النسخه الثانيه. رافائيل رياو لعيب مميز جدا بس محتاج وقت، واللي بيعمله هو دلوقتي ده ابداع وفوق الابداع للامانه. طبعا بجانب خط النص اللي فيه ساندرو تونالي وفرانك كيسيه واسماعيل بن ناصر موجود على الدكه بيغير كده كده. بن ناصر بينزل اساسا مكان كيسيه، وكيسيه بيريح ماتش، وبن ناصر بيكون اساسي ماتش، وساندرو تونالي بيريح ماتش، وكيسيه بيكون موجود هو بن ناصر، وكيسيه هو كيسيه وساندرو تونالي، وساندرو تونالي واسماعيل بن ناصر، وكيسيه واسماعيل بن ناصر. الثلاثه دول كده كده بيكونوا موجودين في الملعب، يعني بيكونوا واحد فيهم على الدكه بينزل كده كده اساسا. يعني كده كده خلاص بقى عارفين احنا التيمه دي. بن ناصر هيكون على الدكه كده كده هينزل بن ناصر الشوط الثاني، كيسيه على الدكه كده كده كيسيه هينزل الشوط الثاني، ساندرو تونالي بيكون اقلهم اللي ما بيشاركش في بدايه المباراه. خط الدفاع في فيكتور بالامانه برضو تيموري فارق جدا من ساعه ما راح ميلان. تيموري تيو هرنانديز اللي بقى كابتن، اللي بقى واحد من كباتن الفرقه، وده دافيد كالابريا وبريرا كاليليو، وطبعا تحتيهم مايك ميجيلن. تخيل انت بقى يعني هتاخد دوري بمايك ميجيلن، وتاخد دوري بالوفيجو، وتاخد دوري برافائيل لياو. انت ما عملتهاش يا صديقي العزيز ايام دوناروما، يعني انت ما كنتش في الصوره خالص. بس للامانه برضو ايجور جيليو ضيع فرصه كانت سهله جدا في اول الشوط الاول، ضيع فرصه كانت سهله جدا للامان. وبرده برده 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 سفيان مرابط خد واحده من على الطرف كده كانت جميله جدا، بس مايك ميجينن طلعها حلوه قوي. وبصراحه كنت مبسوط في حته ان سفيان مرابط ويوسف ملاح بادين المباراه اساسي. انا كانت حاجه حلوه انك تلاقي ان سفيان مرابط حاجز مكان اساسي في فيورنتينا، فرقه كبيره جدا زي فيورنتينا، واحد من اصعب الماتشات اللي ميلان هيلعبه من الفتره دي. فصراحه الواحد كان مبسوط بوجود لعيبه عرب كتير في الملعب، وكنت مبسوط برده ان كده كده عارف ان اسماعيل بن ناصر هينزل عاجلا او اجلا. وقد كان عزيزي بن ناصر نزل في الدقيقه 79 مكان فرانك كيسيه، رضا كرينيتش نزل مكان ابراهيم دياز في الدقيقه 56، زلاتان نزل مكان اوليفي جيرو، انتي ريبيتش نزل مكان جونيور ميسياس. وطبعا الناحيه الثانيه يوسف ملاح طلع ونزل مكانه جوفي ميكي. بص اسمه غريب او جوفينيو، بص مش مهم، المهم ان يوسف ملاح طلع الشوط الثاني وكمل سفيان مرابط واسماعيل بن ناصر نزل الناحيه الثانيه. بس برضه ثاني وثالث ورابع هرجع اقول لك احمد ربنا وبوس ايدك وش وضهر ان ربنا كرمك ورالف رانجينيك ما جاش عندك. احمد ربنا والله انت في نعمه والله عزيزي. رالف رانجينيك اللي كان بيتم التسويق ليه ان هو ده اللي هيجي ينقذ ميلان وهيكون مدير تنفيذي وهيكون مدرب في نفس الوقت، ومشروع ميلان هيكون مكسر الدنيا. لا عزيزي احمد ربنا بجد ان انت معاك مدرب محترم زي ستيفانو بيولي. تاني وتالت ورابع لو ميلان خد الدوري السنه دي هيكون نجم الموسم الاول ستيفانو بيولي، لان اللي بيولي بيعمله بالفريق ده حاليا فوق الاعجاز. نتمنى ان رحله ميلان للفوز بالدوري تكمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله خير لميلان ويقدر ان هو ياخد الدوري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك واحترم.